بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعزائي طلاب الفصل السابع ببرنامج التعليم المفتوح بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتابع فيه ما بدأناه في المحاضرة الماضية حول المسرح العربي وريادة أحمد شوقي للمسرح العربي شعرا ونثرا. نتناول في هذا اللقاء أو نستكمل في هذا اللقاء ما بدأناه من حديث حول موضوعات مسرحيات أحمد شوقي. انتهينا في اللقاء الماضي من عرض ثلاث نقاط تتعلق بموضوعات مسرحيات أحمد شوقي، ونستكمل اليوم ما بدأناه في المحاضرة الماضية. النقطة الرابعة فيما يتعلق بموضوعات مسرح أحمد شوقي تتعلق بأن أحمد شوقي حاول في معظم مسرحياته أن يبث فيها قصص الحب والعشق. الحقيقة أن أحمد شوقي عنده مسرحيتان موضوعهما الأساسي الحب والعشق، وهما عنترة ومجنون ليلى. والحقيقة أيضا أنه فيما خلا هاتين المسرحيتين حاول شوقي أن يبث قصص الحب والعشق في معظم المسرحيات الباقية. فإذا نظرنا إلى المسرحيات الثلاث التي نقيم عليها هذه الدراسة، نجد أن أحمد شوقي في مسرح كليوباترا يجعل أن قصة حب كليوباترا لأنطونيو وحب أنطونيو لكليوباترا هي المحرك الأساسي لمعظم أحداث هذه المسرحية. إضافة إلى أن شوقي أضاف إلى هذه القصة قصة أخرى، وهي الحديث عن حب حابي وهي الحديث عن حب زينون لكليوباترا ومناقشة حابي لزينون حول قضية الحب هذه، ثم كذلك قضية الحب بين حابي وهيلانا، وهي التي ختم بها شوقي مسرحيته كي يجعل النهاية نهاية سعيدة. فنجد أن حابي يقول لهيلانا ثم أنوبيس الكاهن: تعالي نحيا في الحقل مع الطير كما تحيا، هلم الحب هيلانة فالحب هو الدنيا، أبي دونك باركنا وإن شئت فشاركنا. فإذا انتقلنا إلى مسرحية البخيلة، وجدنا أن هناك أيضا قصة حب بين جمال وحسنى الخادمة، وبهذه القصة أيضا وبهذا الحوار تنتهي المسرحية. يقول جمال: بحياتي قول الحقيقة حسنى، أحببتني؟ تقول حسنى: أجل ملأ قلبي. جمال: مثل حبي. حسنى: جمال أحببتني اليوم. جمال: قديم وحق عينيك حبي، كنت أهواك طفلة تملئين البيت والحوش من صياح ووثب. كنت أهواك طفلة في الكوانين نافحة، كنت أهواك خادما، كنت أهواك طابخة. أما بالنسبة لمسرحية أميرة الأندلس، فعلى الرغم من خلفيتها التاريخية السوداء التي وقعت فيها أحداث المسرحية، إلا أننا نجد أن شوقي يمزج هذه المأساة بملهات خيالية توضح قصة حب بين الأميرة بثينة وحسون ابن أبي الحسن. إذن كما عرضنا في المحاضرة الماضية، إذا كان شوقي يتطرق من القضية الأساسية إلى قضية فرعية في مسرحه الاجتماعي، وإذا كان شوقي كذلك يعرض لبعض رؤاه الفلسفية من خلال المسرح التاريخي، وإذا كان أيضا يبث مسحة فكاهة على مسرحياته، فإنه أيضا يبث بعض قصص الحب والعشق في هذه المسرحيات. النقطة الخامسة فيما يتعلق بمسرح شوقي هو أن شوقي أيضا كان حريصا على أن يخرج الجمهور من مسرحياته راضيا.
فإذا كانت بعض المسرحيات تحدث فيها بعض المآسي التي قد تثير الجمهور ضد بعض الشخصيات، شخصيات المسرحية، فإن شوقي حريص على أن يخرج الجمهور راضيا عن كل شخصيات المسرحية. ففي مسرحية مسرع كليوباترا إذا كانت هناك ثلاثة أطراف متنازعة أو متصارعة في هذه المسرحية، وهي كليوباترا وأنطونيوس وأكتافيوس، إلا أننا نجد أن شوقي يريد أن يخرج الجمهور راضيا عن الشخصيات الثلاث. فمثلا نجد أن شوقي يقيم على لسان كليوباترا التي أضاعت ملك مصر حديثا على لسانها من 29 بيتا، يتضح من خلاله أن شوقي يريد أن يخرج الجمهور راضيا عن كليوباترا. تريد كليوباترا أن تستسمح إيزيس في أن تعفو عنها وعن خطيئتها، فتقول: إيزيس ينبوع الحنان تعطفي وتلفتي لضراعتي وسؤالي، أنت التي بكت الأحبة واشتكت قبل الأرامل لوعة الإرمال، إني وقعت على رحابك فارحمي ذل الملوك لمجدك المتعالي، هل تأذنين بأن أعجل نقلتي وأحث عن دار الشقاء رحالي؟ وبذلك يخرج الجمهور راضيا عن كليوباترا التي تسترحم إيزيس. أما بالنسبة لأنطونيو فإن شوقي أيضا يقيم على لسانه حوارا موجها إلى روما، يريد من خلاله أنطونيو أن يعتذر عما أخطأ فيه، فيقول: روما حنانك واغفري لفتاك، أواه منك وآه ما أقساك، روما سلام من طريد شارد في الأرض وطن نفسه لهلاك، اليوم يلقى الموت لم يهتف به ناع ولا ضجت عليه بواكي، إن الذي أعطاك سلطان الثرى لم تنعمي لرفاته بثراك. المفترض أن أكتافيوس هو الجاني الأكبر على كليوباترا وأنطونيوس، هو الذي قضى على قصة حبهما، هو الذي تسبب سببا مباشرا في أولا أن ينتحر أنطونيوس ثم أن تنتحر كليوباترا، ولكن شوقي أيضا يريد أن يخرج الجمهور راضيا عنه. فيقول أكتافيوس: وداعا كليوباترا إلى يوم نلتقي وتنفض عنها الهامدين المقابر، محى الموت أسباب العداوة بيننا، فلا الثأر ملحاح ولا الحقد ثائر، وما استحدثت عند الكرام شماتة صروف المنايا والجدود العواثر، وما أنا إلا سيف رومة باترا أصيب به سيف لرومة باتر، زجرت فلم أسمع فقاتلت مكرها، وفي الحرب إن لم تردع السلم زاجر، وأنطونيو صهري الكريم بمثله يطاول أنساب الملوك المصاهر. أما في مسرحية أميرة الأندلس فالحق أن المفترض أن يخرج الجمهور غاضبا من يوسف ابن تاشفين بعد الذي فعله في المعتمد ابن عباد، ولكن تنتهي المسرحية بأن يعفو يوسف ابن تاشفين عن المعتمد عفوا جزئيا، ويسمح له بأن يقيم في قصر صغير في المغرب، ولكن هذا أيضا لا يرضي المعتمد ابن عباد، فتقول له زوجه: هذا جهد الرجل في المروءة يا مولاي، وهذه غاية كرمه، فلا تكلفه فوق قدرة باعه، ولا تسأله ما ليس في طباعه. هذا جهد الرجل في المروءة يا مولاي، وهذه غاية كرمه، فلا تكلفه فوق قدرة باعه، ولا تسأله ما ليس في طباعه. وكأن شوقي يريد أن يخرج الجمهور أيضا راضيا عن يوسف ابن تاشفين، حتى لا يخرج الجمهور غاضبا على أي شخصية في المسرحية. إذن شوقي في مسرحياته التاريخية يود، رغم أن بعض المسرحيات تصطبغ بصبغة مأسوية حزينة، لكن شوقي دائما يريد أن يخرج الجمهور راضيا عن كل الشخصيات. النقطة السادسة فيما يتعلق بمسرح شوقي أو بموضوعات مسرح شوقي هي أن شوقي أيضا كان حريصا
على إظهار الروح الدينية في المسرحية. في مسرحية مسرع كليوباترا نجد أن هناك شخصية هي شخصية أنوبيس، وأنوبيس هذا هو الكاهن الذي يقيم في معبد له في مجاورا لقصر الملكة، ونجد أن الملكة تحترم هذا الكاهن احتراما كبيرا، حيث تقول له الملكة: كاهن الملك سلام، لا عدمنا بركاتك، صل من أجلي ولا تنس صغاري في صلاتك. فيرد عليها أنوبيس: ربة النيل، التحيات الزكيات لذاتك، حرست تاجك إيزيس ومدت في حياتك. هكذا يوضح شوقي الصبغة الدينية في مسرحية مصرع كليوباترا. أما في مسرحية أميرة الأندلس فإن الواضح أن كثيرا من عباراتها وتحياتها قد اصطبغ الصبغة الدينية، إضافة إلى أنه كان هناك أيضا تناص في هذه المسرحية مع بعض الآيات القرآنية. فإذا انتقلنا إلى مسرحية البخيلة فإننا نجد أيضا أن شوقي يحرص على أن يصور البخيلة مصلية فيتذهب لصلاة الضحى، كما يحرص شوقي أيضا على أن يبين أن حسنى الخادمة لديها حس ديني، وذلك في الحوار الذي يقيمه بين جمال وحسنى، حيث يدخل جمال بيت جدته فلا يجدها على أريكتها، فيقول جمال لحسنى: وأين جدتي؟ فإني لا أراها هاهنا. فتقول حسنى: أظنها مضت تصلي في الخزانة الضحى. فيقول جمال مستنكرا: لله أو للمال يا حسنى ترى؟ فتقول حسنى: كما تشاء، مالي وما تعمله، لكل عبد ما نوى. وفي هذه الإجابة الأخيرة يود شوقي أن يبين أن حسنى الخادمة هذه كانت على قدر كبير من العلم الديني ومن الثقافة الدينية. فإذا انتقلنا من الحديث عن موضوعات مسرح شوقي إلى الحديث عن اللغة في مسرح شوقي، نقول إن شوقي قد استطاع أن يتخلص من عيب كان موجودا بمعظم المسرحيات التي أتت في لغة فصيحة فيما قبل. فقد حاول شوقي في معظم مسرحياته أن يتخلص من الكلمات الغريبة، لأن المفترض أن تأتي لغة المسرحية لغة سهلة كي يفهمها الجمهور مباشرة دون الحاجة إلى العودة إلى المعاجم اللغوية. لكن على الرغم من أن هذا هو الحكم العام على مسرحيات أحمد شوقي، فإننا نجده في المرحلة الأولى قد وقع في بعض من الكلمات الصعبة التي ربما يصعب على الجمهور فهمها. من أمثلة ذلك وصف حابي لهيلانة بقوله: تنفح كالزنبقة الغيسانة، والغيسانة هي الناظرة المتفتحة، يعني تنفح الزنبقة هي نوع من أنواع الورود، والغيسانة معناها الناظرة المتفتحة. وكلمة الغيسانة كلمة ليست مشهورة بين أوساط المثقفين حتى في مصر ولا في وطننا العربي. وكذلك رد أنطونيو على ظن كليوباترا وقوعه في الأسر، عندما أخبرته بأنها ظنت أنه أو خافت أو خشيت أنه وقع في الأسر، فرد عليها مستنكرا قائلا: أسر؟ وهمت كليوباترا، أتظفر بي أيدي الكمات وفي كفي أظفار؟ فكلمة الكمات تعني الأبطال، الفرسان الأبطال في الحرب، ولكنها كلمة أيضا ربما كانت صعبة على بعض المشاهدين أو بعض الجمهور. وكذلك عندما وصفت كليوباترا أنطونيو بقولها: ولست من يغضب في ليل الشراب والددي. الدد هو اللهو واللعب، ولكنها أيضا كلمة صعبة. أما إذا انتقلنا إلى المرحلة الوسطى في مسرحيات كليوباترا التي تمثلها هنا مسرحية أميرة الأندلس، فإننا نجده فقط قد وقع في كلمتين ثقيلتين في وصعبتين في الفهم متتاليتين، وذلك عندما وصف بائع القطائف حريزا فقال: رجل عملاق أشم طويل الساعدين عبل شمردل. ما معنى عبل شمردل؟ هو الرجل الضخم الطويل عريض الساعدين.
كلمتان متتاليتان ربما كان بهما صعوبة في الفهم، رجل عملاق أشم طويل الساعدين عبل شمردل. في هذه المرحلة الوسطى بدأ شوقي يتنبه إلى أنه ينبغي أن يدخل بعض العبارات والجمل العامية بعد تفصيحها حتى ييسر الأمر على الجمهور. فنجد أحد السماسرة يقول للشيخ المغربي حينما رفض أبو الحسن التاجر المساومة على شراء منزله: حجلت فيها يا وجه النحس. وهي أيضا عبارة مفصحة عن جملة عامية معروفة في المجتمع المصري. وكذلك قول الأميرة وهي متنكرة في زي شاب يدعى ابن غصين، قول وكذلك قولها لحسون: بعد عنك الشر يا أخي. وعندنا في المجتمع المصري: بعد الشر عنك. لكن أحمد شوقي فصحها فجعلها: بعد عنك الشر يا أخي، كي يدرجها ضمن المسرحية. فإذا انتقلنا إلى المرحلة الأخيرة التي تمثلها عندنا في هذه الدراسة مسرحية البخيلة، فإننا نجد شوقي يدخل بعض الكلمات. أولا فإننا نجد شوقي في البداية يتخلص تماما من الكلمات الصعبة التي وجدناها كثيرة في المرحلة الأولى والتي قلت في المرحلة الثانية، تلاشت تماما في المرحلة الثالثة فلا نجد لها أثرا. لكن على نطاق استخدام بعض الجمل والعبارات أو حتى المفردات المستخدمة في المجتمع المصري في العصر الحديث، نجد أن شوقي توسع في هذا الأمر توسعا كبيرا. فنجده قد ضمن مسرحياته في المرحلة الأخيرة بعض المفردات المستخدمة في المجتمع المصري، مثل وصف مال نظيفة البخيلة بقوله، أي بقول شوقي: ترى المال في بيتها في اللحاف وتحت البلاط وحشو الشلت. كلمة اللحاف والبلاط والشلت هي كلمات مستخدمة في المجتمع المصري في العصر الحديث. وكذلك قول شوقي عندما يصف، أو قول شوقي على لسان الست النظيفة البخيلة عندما وصفت منزلها فقالت: منزلي حولي نظيف وأنا الست نظيفة، وبلاطي ذاك أنقى بكثير من صحيفة، كل ما كلفني ماء وصابون وليفة، لا بساط لا كليم لا حرير لا قطيفة. كلمة صابون وليفة وكليم هي كلمات مستخدمة في المجتمع المصري في العصر الحديث. أما على مستوى الجمل فإن شوقي استخدم أيضا بعض الجمل الدارية في المجتمع المصري بعد تفصيحها، وذلك مثلما حدث عندما أخبرت حسنى الخادمة نظيفة بأنها تشتهي لقمة القاضي، فقالت لها ست نظيفة البخيلة: اشتهتك عقربة. وهي جملة أيضا معروفة في المجتمع المصري. وكذلك شكوى جمال حاله المالي لجدته عندما سألته عن حاله فقال لها: الحال يا جدة زفت وقطران. الحال يا جدة زفت وقطران. وكذلك عندما دخلت إحدى الجارات بيت الست نظيفة فقالت: العوافي أم الأفندي العوافي. وهي تحية معروفة في الأحياء الشعبية في المجتمع المصري، العوافي أم الأفندي العوافي. فإذا انتهينا من مما يتعلق باللغة في مسرح شوقي، إذا انتهينا أولا مما يتعلق بموضوعات مسرح شوقي، وكذلك انتهينا بعدها بما يتعلق باللغة، أولا موضوعات مسرح شوقي ثم اللغة في مسرح شوقي، نتناول الآن الموسيقى في مسرح أحمد شوقي. أحمد شوقي أهم ما يلاحظ على الموسيقى في مسرحه ملاحظة، الملاحظة الأولى تتعلق بكيفية تقسيمه البيت الشعري. ذكرنا عندما تحدثنا في المحاضرة الماضية عن المسرح الشعري فيما كان قبل شوقي، فقلنا إنه إذا كانت المسرحية الشعرية إذا التزمت المسرحية الشعر في جميع جزئياتها
فإن الحوار كان يأتي على هيئة قصيدة كاملة متحدة الوزن والقافية على لسان شخصية، وترد الشخصية الأخرى بقصيدة كاملة أيضا متفقة الوزن والقافية. إلا أننا نجد أن شوقي أراد أن يتخلص من هذا الأمر حتى يسرع الحوار في المسرحية، فاستطاع شوقي أن يتخلص منه من خلال تقسيم البيت الشعري الواحد على حوار بين شخصين أو أكثر، تقسيم البيت الشعري الواحد على حوار بين شخصين أو أكثر. هذا التقسيم هدفه الأول إنما هو إسراع الحوار، لكن لماذا أراد شوقي أن يسرع الحوار في مسرحياته؟ يعني متى يسرع شوقي الحوار في المسرحية؟ نعم، تقسيم البيت على حديث أو حوار بين شخصين أو أكثر يسرع الحوار، لأن كل متحدث يقول فقط كلمتين أو ثلاث كلمات أو نصف بيت. لكن ما السبب الذي يجعل شوقي أو الذي يستشعره شوقي فيلجأ من خلاله إلى إسراع الحوار؟ نقول أولا إن شوقي قد يسرع الحوار ليجسد حدة النقاش وتوتر النقاش، ليجسد حدة النقاش وتوتره، وذلك مثلا كما في مسرحية مسرع كليوباترا، فيقول زينون غاضبا لحابي: أتعلم يا غلام علي عشقا؟ هذا فقط هو حديث زينون شطر بيت، فيقول له حابي مستكملا الشطر الآخر للبيت: دع الإنكار قد برح الخفاء. زينون يقول: ومن أنباك؟ فقط هذه هي الجملة، جزء من شطر البيت. حابي يقول: أنت. زينون يرد عليه يقول له: وكيف؟ حابي يقول: تهذي فتفضحك الوساوس والهذاء. إذا أردنا أن نتمثل هذه الحدة مرة أخرى من قراءة مباشرة للكلام: أتعلم يا غلام علي عشقا؟ دع الإنكار قد برح الخفاء. ومن أنباك؟ أنت. وكيف؟ تهذي فتفضحك الوساوس والهذاء. أتعلم يا غلام علي عشقا؟ دع الإنكار قد برح الخفاء. ومن أنباك؟ أنت. وكيف؟ تهذي فتفضحك الوساوس والهذاء. وقد يسرع أيضا شوقي الحوار لهدف آخر، وهو تجسيد التجاوب بين طرفي الحوار وتلهف كل طرف لإجابة الطرف الآخر، وذلك يظهر أيضا في مسرحية مسرع كليوباترا، عندما حدث حوار بين أنطونيو والملكة في الحفل الذي أقامته الملكة لأنطونيو بعد انتصاره الأول، فأنطونيو قال لها: إلهتي. فقالت الملكة: قيصري. فقال أنطونيو: سلطانتي. فقالت الملكة: ملكي. فقال أنطونيو: عندي لك اليوم يا دنياي أخبار. فقالت الملكة: عجل فديتك. فقال أنطونيو: لا، لا بد من ثمني. فقالت الملكة: كرائم المال. فقال أنطونيو: مال المال مقدار. هذا الحوار يبين من خلاله أن شوقي قد قسم البيت الواحد في حديث متتال بين شخصيتين لبيان مدى التجاوب بينهما، فكل منهما يود من أن يسمع الآخر ويتلهف لإجابة الآخر: إلهتي قيصري، سلطانتي ملكي، عندي لك اليوم يا دنياي أخبار، عجل فديتك، لا، لا بد من ثمني، كرائم المال، مال المال مقدار. فكأن كل منهما يقصر جملته على كلمة أو على كلمتين تلهفا لسماع إجابة الطرف الآخر. قد يكون أيضا أو قد تكمن علة إسراع شوق الحوار أيضا لبيانه أن أو عندما يكون الحوار عبارة عن سؤال وجواب، والمجيب يريد أن يقنع السائل فيسرع أو يقطع السؤال على السائل ليجيبه مباشرة حتى لا يعطي له مجالا أو وقتا للتفكير. ظهر ذلك جليا في مسرحية البخيلة،
عندما أراد رشاد أن يقنع جمالا بأن يتقدم لخطبة بنت النقيب، فجمال قال: وما تلك؟ من هي بنت النقيب؟ فرشاد قال: فتاة هي البدر في ليلتي. جمال: وما بيتها؟ رشاد: قصر آبائها طويل العماد عريض الغرف. جمال: وما مالها؟ رشاد: القصر عنوانه، أليس القصور رموز الترف؟ جمال: وما سمعة البيت؟ رشاد: ماذا تقول؟ أما في قديم البيوت الشرف؟ يتضح هنا من هذا الحوار أن رشادا يقطع السائل على يقطع المجال على جمال للسؤال، لأنه يريد أن يقنعه بما يريد. جمال: وما تلك؟ من هي بنت النقيب؟ فتاة هي البدر في ليلته. وما بيتها؟ قصر آبائها طويل العماد عريض الغرف. وما مالها؟ القصر عنوانه، أليس القصور رموز الترف؟ وما سمعة البيت؟ ماذا تقول؟ أما في قديم البيوت الشرف؟ إذن أحمد شوقي استطاع أن يجدد في موسيقى الشعر العربي، في موسيقى المسرح العربي. إذن أحمد شوقي استطاع أن يجدد في موسيقى المسرح العربي، حيث إن من كان قبله كان يلتزم بأن يأتي الحديث بين شخصين في صورة قصيدة كاملة متفقة الوزن والقافية، لكن شوقي أراد أن يسرع الحوار بين شخصيات المسرحية، فاستطاع أن يقسم البيت الواحد على حديث بين شخصين أو أكثر. إذن الهدف الأول هو إسراع الحديث. لماذا يلجأ شوقي إلى إسراع الحديث في بعض الأحيان؟ إما لأنه يريد أن يظهر أو يجسد حدة الحوار بين الشخصيتين، أو أنه يريد أن يبين التجاوب بين طرفي الحوار، فكأن كل شخصية تقصر حديثها على جملة أو جملتين لأنها تريد أن تسمع إجابة الشخصية المقابلة، أو السبب الثالث هو أن يكون الحوار عبارة عن سؤال وإجابة، فيود المجيب أن يقطع الطريق على السائل لكي لا يكثر من التفكير أو لا كي لا يطيل التفكير فيسرع بإجابته. الأمر الثاني في موسيقى شوقي أن شوقي استطاع أن يجسد من خلال مسرحياته بعض ما كان يعتلج نفوس النفس المتحدث. فمثلا على سبيل المثال، وسنأخذ على ذلك مثالا واحدا، أن كليوباترا عندما مكنت العقرب أو الحية منها فلدغتها، فهنا كليوباترا بدأت أنفاسها تتقاصر، بدأ نفسها يكون قصيرا لتمكن السم من جسدها. فاستطاع شوقي أن ينقل إلينا هذا الأمر من خلال عبارات قصيرة متقطعة. فمثلا عندما أتت كليوباترا تتحدث إلى شرميون وهيلانا بعد أن مكنت الأفعى من لدغها، تقول لهما: يا ابنتي ودي هلم، زيناني للمنية، غللاني طيباني بالأفاويه الزكية، ألبساني حلة تعجب أنطونيو سنية، من ثياب كنت فيها أتلقاه صبية، ناولاني التاج تاج الشمس في ملك البرية، وانثرى بين يدي عرشي الرياحين البهية. هذه الجمل المتقطعة أو الكلمات المتقطعة تجسد قصر أنفاس كليوباترا بعد أن مكنت الأفعى من نفسها، كما أن انتهاء الأبيات كلها بالهاء الساكنة توضح كيف صارت أنفاس كليوباترا ظاهرة في حوارها. بذلك انتهينا مما يتعلق بملاحظاتنا حول الموسيقى في مسرح أحمد شوقي. بعد ذلك نعرض لبعض السمات الفنية في مسرح أحمد شوقي. أول سمة فنية نلحظها في مسرحيات شوقي هي التناص في مسرحياته. معنى التناص
هو أن شوقي يأتي ببعض الجمل الموجودة أو الأبيات الموجودة في تراثنا الأدبي شعرا ونثرا ويضمنها في مسرحياته، سواء أنه يضمنها كاملة أو يأخذ منها جزءا معين. ما الذي يريده شوقي من ذلك؟ شوقي أولا يريد أن يبين أن التراث العربي شعرا ونثرا قادر على أن يخدم المسرح الحديث، هذا أولا. ثانيا شوقي يريد أن يربط بين أحداث الماضي وبين أحداث الحاضر كي يطلعنا على بعض الأفكار من خلال ذلك الربط. فمثلا في مسرحية مصرع كليوباترا تقول كليوباترا واصفة موقعة أكتيوم البحرية: لا ترى في المجال غير سبوح مقبل مدبر مكر مفري، لا ترى في المجال غير سبوح مقبل مدبر مكر مفري. الشطر الثاني أو عجز هذا البيت يتناص مع قول امرئ القيس في معلقته: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. نستطيع أن نقول إن شوقي أراد من خلال ذلك التناص أن يبين أن التراث العربي منذ العصر الجاهلي قادر على أن يخدم فن المسرح العربي الحديث. المثال الثاني هو قول كليوباترا وزينون وغانميز عندما أقامت حفلا لأنطونيو عقب انتصاره في موقعة أكتيوم البحرية الأولى، فقالت: اليوم شرب، فقال زينون: وغدا حرب، فقال غانميز: كلام محكم. اليوم شرب وغدا حرب كلام محكم. الحق أن هذه الجمل تتناص مع واقعة وردت في سياقين مختلفين في الأدب الجاهلي. السياق الأول هو أن امرأة القيس بن حجر عندما قتل أبوه فأتى له قومه وسلموه متعلقات أبيه وأخبروه بأن أباه قد قتل، فعندما أخبر بذلك وكان يلهو مع الشباب والصعاليك من أصدقائه فأبى أن يخرج نفسه مما فيه من لهو ولعب، وقال: اليوم شرب وغدا اليوم خمر وغدا أمر، وهنا اليوم شرب وغدا حرب. قال امرؤ القيس: اليوم خمر وغدا أمر، دلالة على أنه لن يقطع تلذذه في ذلك اليوم، أنه سيستكمل التلذذ واللهو واللعب في ذلك اليوم، وأنه في غد سيبحث في أمر أخذ ثأر أبيه. وفي النهاية انتهى الأمر بفشل امرئ القيس في الحصول على ثأر أبيه أو في تحقيق ثأر أبيه. السياق الثاني الذي وردت فيه هذه الجملة يتعلق ب المهلهل ابن ربيعة. المهلهل ابن ربيعة كان له أخ كان ملكا واسمه كليب. كليب هذا أيضا قتل، فأصبح واجبا على المهلهل أن يأخذ بثأر أخيه، لكن أتاه قوم وأخبروه بأن كليبا أخاك قد قتل وأن الواجب عليك أن تأخذ بثأر أخيك، وكان أيضا في موقف شبيه بموقف امرئ القيس، وورد عنه أنه قال الجملة نفسها: اليوم أمر، اليوم خمر وغدا أمر، اليوم خمر وغدا أمر. فإذا تناص أحمد شوقي مع هذين السياقين الماضيين من العصر الجاهلي فإنه يشير إلى المتلقي بأن سنة الله في الأرض واحدة، من يجتهد يحصل في النهاية ما يحصل في النهاية على ما يريد. امرؤ القيس في الجاهلية لم يجتهد ولم يكن معدا لأن يأخذ بثأر أخيه ففشل في ذلك. المهلهل ابن ربيعة لم يجتهد وكان حاله قريبا من حال امرئ القيس ففشل في أخذ ثأر أخيه. وكذلك يريد شوقي أن يبين أن
أنطونيو عندما استجاب للهو كليوباترا في هذه الليلة وسكر في هذه الليلة وما استعد لبوقعة أكتيوم البحرية الثانية كان واجبا، لأن السنة لا تتبدل ولا تتغير، كان الواجب أن يهزم أنطونيو في الموقعة الثانية، وهو ما حدث بالفعل. فشوقي يريد أن يقول إن التاريخ يكرر نفسه في سياقات مختلفة وفي مناطق مختلفة وفي جغرافيات متعددة، ولكن السنة الإلهية في الكون واحدة، هو أن من يجتهد يستحق بالفعل أن ينجح وأن ينتصر، أما من يتكاسل أو يلهو أو يلعب أو لم يكن معدا أصل الانتصار فلا سبيل لكي يحقق الانتصار. كذلك من الطناس في مسرح شوقي الطناس في مسرحية أميرة الأندلس، والطناس في مسرحية أميرة الأندلس هو طناس مع القرآن الكريم، حيث تقول الأميرة لحاجبي أبيها: لا تنسيا أن تذكراني عند الملك وأني رهن إشارته، لا تنسيا أن تذكراني عند الملك وأني رهن إشارته. هذه الجملة تتناص مع قول يوسف عليه السلام لأحد رفيقيه في السجن: اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك. كذلك من التناص مع القرآن ومع سورة يوسف بالذات في هذه المسرحية قول الأميرة بثينة لوالدها الملك حين وضع جبينه على كتفها باكيا عندما علم بأمر المعتمد ابن عباد: تحدث إلينا يا أبتي ولا تيأس من روح الله. هذا يتناص أيضا مع قول يعقوب عليه السلام لأبنائه حين طلب منهم الذهاب إلى مصر مرة أخرى طلبا لأخيهم الذي احتجز: ولا تيأسوا من روح الله. كذلك من التناص مع القرآن في هذه المسرحية أو مع سورة يوسف بالذات قول الملك حينما أخبره مقلاص بقدوم ابنته الأميرة بثينة إليه في سجن أغمات: إني أجد ريح بثينة. وذلك أن جاء على لسان يعقوب عليه السلام في سورة يوسف حينما جاء ابناؤه بقميص يوسف: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفند. هذه المواضع من التناص في هذه الصورة كأن شوقي يريد أن يبين لنا أن حب الملك لابنته الملك المعتمد بن عباد لابنته الأميرة يوازي حب سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف عليهما السلام. وكأن أيضا شوقي يريد أن يبين أن كل كرب أو أن كل شدة لابد أن يعقبها انفراج لذلك القرب ولهذه الشدة، فقد عاد يوسف لأبيه مرة أخرى، وكذلك عادت الأميرة بثينة لوالدها المعتمد مرة ثانية. من السمات الفنية كذلك في مسرح أحمد شوقي هو أنه التزم في مسرحياته بما أطلقت عليه الكلاسيكية الجديدة مبدأ العدالة الإلهية. ومبدأ العدالة الإلهية يعني مجازاة كل شخصية في العمل الشعري أو المسرحي وفقا لما قدم من عمل، فيكافأ المحسن ويعاقب المسيء. يعني الكلاسيكية الجديدة قالت إنه لابد على المسرحية أن تبث داخل الجمهور مبدأ أخلاقيا، إذا كانت الشخصية محسنة في المسرحية لابد أن تعامل بإحسان، وإذا كانت الشخصية مسيئة في المسرحية فلابد أن تعامل بنفس الأمر من الإساءة أو العقوبة. اتضح هذا جليا في مسرحية مسرح كليوباترا، وذلك أن كليوباترا لأنها كانت السبب في هزيمة أنطونيوس فقد لاقت المنية بالطريقة نفسها التي مات بها أنطونيوس. أنطونيوس لجأ إلى الانتحار، وكذلك كليوباترا لجأت إلى الانتحار، وذلك للسبب نفسه، أن كليوباترا هي التي كانت سببا أو أساءت لأنطونيوس بأن أغرته بحبها، وكانت سببا
في احتفالها به في أنها ألهته عن الحرب فهزم أنطونيوس ثم فر إلى مصر ثم انتحر، كذلك توفيت أو ماتت كليوباترا منتحرة. وكذلك أوكتافيوس طبيب كولومبوس، أوكتافيوس كان هو السبب في انتحار أنطونيوس لأنه كذب عليه بأن قال له إن كليوباترا قد ماتت. فكان جزاء كولومبوس في المسرحية أن الأفعى التي لدغت كليوباترا هي الأفعى ذاتها التي لدغته، فثرى السم في جسده ومات بجوار كليوباترا وبجوار أنطونيوس. إذا انتقلنا بذلك، لم يبق لنا إلا نقطة واحدة فيما يتعلق بمسرح أحمد شوقي، وهو أن مسرح أحمد شوقي أتت نقد ببعض النقد. كان أهم ما وجه من نقد لمسرح أحمد شوقي هو ما عرف بالغنائية في مسرح شوقي. الغنائية في مسرح شوقي تعني أن شوقي قد أطال الحديث خاصة في المسرح الشعري، يعني الغنائية تعني إطالة حديث الشخصية الواحدة في المسرح الشعري، فيأتي على لسان الشخصية الواحدة عدد كبير جدا من الأبيات دون أن يقاطعه أحد بأي قول ولا بأي فعل. الحقيقة أن الغنائية هذه السمة، سمة الغنائية، قد استطاع شوقي أن يقلل منها بالتدريج، فقد ظهرت واضحة جلية في مسرحيات مسرح كليوباترا. ثم هذه الإطالة في الحديث، ولا نطلق عليه الغنائية في المسرح النثري، قد قلت في مسرحية أميرة الأندلس. ثم إن هذه السمة اختفت اختفاء شبه تام في مسرحية البخيلة. الحق أن بعض النقاد قد أخذ عليه هذا المأخذ وأنه مأخذ صحيح، لكن ما الداعي أو السبب فيما حدث من لماذا وقع شوقي في هذا الخطأ؟ بعض النقاد قال لأن شوقي كان شاعرا في الأصل فقد وقع في هذا الخطأ لحبه للشعر فكان يطيل حديث بعض الشخصيات. والواقع أن ربما كانت هذه النظرة غير صحيحة، أو هذه العلة غير صحيحة، وذلك لأنه أيضا ظهر طول الحديث في مسرحية أميرة الأندلس وهي مسرحية نثرية ولم تكن مسرحية شعرية. وإنما الغالب فيما نرى أن شوقي قد وقع في هذا الخطأ لأنه لم يتنبه له أصلا بوصفه خطأ في العمل المسرحي. والواضح أن شوقي قد وقع في ذلك الخطأ في مسرحيات مسرح كليوباترا وفي المرحلة الأولى عامة، ثم قلل منه في مسرحية أميرة الأندلس، ثم إنه قضى عليه قضاء شبه تام في مسرحية البخيلة، ما يعني أنه تنبه بنفسه إلى هذا العيب. وذلك أيضا لأن حركة النقد المسرحي في هذه الفترة لم تكن حركة قوية، وأن النقاد في زمانه لم ينبهوه إلى هذا العيب من بداية إنشائه ونشره لمسرحياته. وكذلك ذهب بعض النقاد، حاول بعض النقاد أن يبرر ما الإطالة التي وقع فيها شوقي، وأن يقول إنها ليست بعيب وإن شوقي قد أتى بها مقصودة، وذلك لأن شوقي قد رأى طرب العرب إلى الغناء فحاول أن يضع بعض هذه المقطوعات التي لو قدمت للجمهور وسط العرض المسرحي في صورة غنائية وفواصل غنائية فإنها كانت ستلاقي قبولا لدى الجمهور. كذلك هناك من قال بأن شوقي لم يطل في هذا الحديث إلا إذا كان هذا الحديث حديث مناجاة، والمناجاة بطبيعتها حديث مع النفس، وأن ذلك لا يعد عيبا طالما كان حديثا مع النفس، فإنه للشخصية أن تطيل بعض الإطالة في حديثها مع النفس دون أن يقاطعها أحد. النقدة الثانية التي أخذت على مسرح شوقي هو أن النقاد قالوا إن شوقي قد فشل في تصوير بعض مسرحياته، بعض شخصي في تصوير
أن شوقي قد فشل في تصوير بعض شخصيات مسرحياته تصويرا يحقق في النهاية الهدف الذي وصل إليه الذي يريد أن يصل إليه شوقي. مثل ماذا؟ مثل ما قالوا عن مسرحية مسرح كليوباترا. قال بعض النقاد إن شوقي أراد أن يدافع عن كليوباترا في هذه المسرحية لأنه رأى أن الدفاع عنها انتصار لتاريخ مصر، وأن شوقي يريد بذلك أن يرد على المسرحيات الغربية التي أرادت أن تصور كليوباترا في صور غير لائقة أو غير جيدة، مثل مسرحية شكسبير عن كليوباترا. فلكن شوقي قد فشل في أن يصل إلى هدفه لأنه فشل في تصوير كليوباترا بصورة نموذجية في بعض مواضع المسرحية. الحق فيما أرى أن شوقي لم يصرح بذلك الهدف الذي قال به النقاد. شوقي لم يصرح لا في المسرحية ولا في غير المسرحية بأنه يريد أن يظهر كليوباترا في صورة ملائكية لا تخطئ، أو أنه يريد أن يظهرها في صورة نموذجية، ولكن من خلال المسرحية ذاتها يتضح أن شوقي أراد أن يصور كليوباترا بصورة البشر الذي يصيب ويخطئ، الذي يفعل الحسنة ويفعل السيئة. فإذا كان شكسبير وغيره أراد أن يصورها في صورة شيطانة، فإن شوقي لا يريد أن يصورها في صورة ملك من الملائكة، وإنما يريد أن يصورها في صورة بشر. الدليل على ذلك ما جعل كليوباترا تتحدث به عن نفسها، فقال شوقي على لسان كليوباترا: بنت الحياة أنا، وتشهد سيرتي، ما كنت من أمي سوى تمثالي، منها تناولت الرياء وراثة، وأخذت كل خديعة ومحالي، وقسوت قسوتها، ولنت كلينها، واقتست في صدي بها ووصالي، ولربما رشدت فسرت برشدها، وغوت فأغوتني وظل ضلالي، ووجدتها حبا يفيض ولذة، فجعلت لذات الهوى أشغالي. للمرة الثانية نقرأ هذه الأبيات لنبين كيف أن شوقي ما أراد أن يصور كليوباترا بصورة ملك من الملائكة، وإنما أراد أن يبين أنها تخطئ وتصيب، وأنها تعترف بأنها أصابت وأخطأت لأنها بنت الحياة، والحياة فيها الجيد وفيها غير الجيد، وفيها الحسنات وفيها السيئات. بنت الحياة أنا، وتشهد سيرتي، ما كنت من أمي سوى تمثالي، منها تناولت الرياء وراثة، وأخذت كل خديعة ومحالي، وقسوت قسوتها، ولنت كليني، واقتست في صدي بها ووصالي، ولربما رشدت فسرت برشدها، وغوت فأغوتني وضل ضلالي، ووجدتها حبا يفيض ولذة، فجعلت لذات الهوى أشغالي. هذا فيما يتعلق بالنقدة الثانية التي وجهها النقاد لمسرح شوقي، ودافعنا عن شوقي في هذه النقطة ولا نوافق النقاد فيما ذهبوا إليه. أما النقطة الثالثة التي أخذها أو التي أخذها على شوقي، فهي أن شوقي في بعض مواضع المسرحيات يقع في تناقض، يأتي بالشيء ونقيض دون أن يفسر هذا النقيض لماذا ناقض نفسه في المسرحي، وذلك مثل ما حدث بعد أن توفي أنطونيو بين يدي كليوباترا، فسجته وغطته، ثم دخل أكتافيوس قصر كليوباترا فوجد أنطونيوس مسجن بين يدي كليوباترا، فأراد أحد جنود أكتافيوس أن يرفع الغطاء عن وجه أنطونيوس حتى يتأكد من أن أنطونيوس قد مات بالفعل، وأنه لا يمثل وأنه لا يدعي الموت. فرفضت كليوباترا ذلك رفضا قاطعا باتا، فقالت له: مكانك يا عبد، لا تهتكا على سيد الهالكين القناع، تريد لتكشف عنه الغطاء، عسى تحته حيلة أو خداع، عبثت به وهو تحت الطيالس ملقى السلاح قليل الدفاع، ولم تحتشم بقعا من دم عليهن تحسد مصر البقاع، رويدك ما الموت مستبعد ولا هو مستغرب من شجاع، وإن التماوت فعل الثعالب ليس التماوت فعل السباع.
يتضح من هذا الحديث أن شأن كليوباترا ترفض أن يرفع هذا الجندي من الغطاء من على وجه أنطونيوس، لأنها ترفض تكذيب أنطونيوس، لأنه الفارس البطل الذي يستحيل أن يتماثل أو أن يمثل الموت جبنا أو خوفا من أن يلاقي أكتافيوس. مكانك يا عبد لا تهتكا على سيد الهالكين القناع، تريد لتكشف عنه الغطاء، عسى تحته حيلة أو خداع، عبثت به وهو تحت الطيالس ملقى السلاح قليل الدفاع، ولم تحتشم بقعا من دم عليهن تحسد مصر البقاع، رويدك ما الموت مستبعد ولا هو مستغرب من شجاع، وإن التماوت فعل الثعالب ليس التماوت فعل السبع. إذن المفترض أن كليوباترا ترفض هذا الفعل من أي إنسان، سواء من الجندي أو من غير الجندي، لأنها ترفضه من أجل أنها ترفض أن يشك أحد في شجاعة أنطونيوس وفي أنه لم يمت بالفعل وأنه يتماثل الموت. لكن أقدم أكتافيوس بعد أن دافع عن جنديه، أقدم هو على الفعل ذاته، فإذا بنا نجدها لا تمانع، فتقول له قيصر: قيصر لا إذن لي، أينهى ويأمر من لا يطاع، تصرف بجثمانه كيف شئت، فليس له اليوم منك امتناع، وما جثة الليث إلا لقن، إذا الناب طاحت أو الظفر إذا الناب طاحت أو الظفر ضاع. هذا يناقض ما مضى، لأنها هنا سمحت لأكتافيوس بأن يأتي بالفعل ذاته الذي رفضته من الجندي. قيصر لا إذن لي، أينهى ويأمر من لا يطاع، تصرف بجثمانه كيف شئت، فليس له اليوم منك امتناع، وما جثة الليل إلا لقن، إذا الناب طاحت أو الظفر ضاع. نكتفي بذلك العرض فيما يتعلق بمسرح شوقي رائدا للمسرح الشعري والنثر، ونلتقي في محاضرة أخرى بإذن الله تعالى ننظر فيها كيف تطور المسرح العربي بعد ريادة شوقي له. أشكركم على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.